استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة سعادة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في المملكة. رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالسفير الكويتي لدى المملكة متمنيا لسعادته التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية بمملكة البحرين، الأمر الذي يساهم في تعزيز الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين والعمل على فتح مجالات أرحب لتوطيد العلاقات وتقويتها بصورة مستمرة بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه أعرب سعادة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على ما يبديه سموه من حرص واهتمام لتعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين والعمل على تقويتها في مختلف المجالات بما فيها الجانب الشبابي والرياضي. وخلال اللقاء بحث سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مع السفير الكويتي سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات خاصة في الجانب الرياضي والشبابي وتبادل الزيارات بين منتسبي هذين القطاعين بما يسهم في تطوير الحركة الرياضية والشبابية في كلا البلدين.